يقول يا عمرو الناس تكبر ويتغير حلاها. الناس تكبر ويتغير حلاها، بس عمرو غير الناس يكبر ويحلو. هي شيء نترك حلاها وذيك انا احلو. لا، غير تكبر ويتغير حلاها، بس انت غير الناس تكبر وتحلو. انت تكبر وتدبر. مساكم الله بالخير والنور والسرور اعزائي المتابعين. غبنا عليكم فتره بسيطه وذلك لظروف جويه حراريه. عمرو يسعد مساك. مساك مساء الخير والنور والسرور. والنور والسرور يا مرحبا. والله افتقدتك يومين او ثلاث. اي والله ما ادري صراحه، اشغال الدنيا يا اخي. اي والله عادي، انا منشغل والله باشغالي وانت منشغل بالسوسه يا اخي. رغم ان اللحيه موجوده بس صايره كذا زقزوقه. والله غاوية؟ يا عمرو وين يا عمرو ذا الشغيل؟ عمرو ما خططت لسفرة في الصيف؟ والله انتم ما عارفين اروح. وصلالة؟ يا المالديف ولا النمسا؟ لا 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 خلي المالديف والنمسا ما توصلين وانا اعرف الرجال. لا تسوالي كما عبد الله ضاحك على اولاد السنة الماضية، داغستان وباغستان وداغستان وكازاخستان، اخر شيء مساكين راح. اول ما وصلهم سوق مطرح خذوا الاغراض، المغرب تعشف حدائق الصحوة ورجعهم عبري. لا تسوالي، وين معزم تروح؟ والله ما اعرف. اختار راسي اختار دولة واذا ما شليتك فيها معك من عادل. انا؟ ايوه والله راسي يستغل داخلي يتمشى. يا اخي متواضع والله العظيم. يا اخي هناك الداخليه غير. يا اخي انا وحيد الداخليه حلوه، وانا كنت في نزوه تراني هناك روحت حبايبنا هالنزوه، لكن اقول لك اختار دوله والله انا بشيل التكاليف. تقول لي اروح الداخليه؟ مالديف ولا النمسا برضه. لا اتكلم بجد، انت ما تعرف مو معنى مالديف، تسمعهم الا. يلك خاطر في مكان قدام هالجماعه هذولا، اختار دوله. افكر؟ بعطيك تفكر قدامهم وترد علي ولا تفوت. عندك يومين، اذا ما اخترت مكان راحت عليك. خلاص. شامل التكاليف كامل، تذكير السكن، كل الاكل، كل شيء، بس تجيب ملابسك. ايوه ها تبى كلام غير ذا حشر. انت بالله عليك يعني كيف تتقدمني في العصير انا جالس اسولف؟ تتصور ها تفيدني باسم ذاك مالك سنق اكل هذول شرحوا لي صار يطبع عني. ماذا تسفروا؟ ما فضيحة جماعة. عمرو قال المفروض يقول لي يومين ويختار دولة أشله فيها بالمجان، فيقول الحين استقر على مكان. صلالة أكيد. ها صلالة هو بس يصير مسلم مسلم جزر مسلم مكان. مو دراني تسألني أنا، مو يقال لي في جزر في العالم واجد. لا تخلاني وانا جلست قلت هالناس. خلاص عمرو اختار، انت ما عارف حتى وين تروح. بسم الله وقوق جزر الوقوق هن ذيل. اروح هن ذيل. استغفر الله. استغفر الله. اللهم لا شمات والله العظيم. ماذا ما ينفع يعني بالله عليك؟ سمعت حد في الصيف ذكر انه رايحين رحله الى جزر الوقوق؟ واقواق يكون هناك غربان وياكلنك يشلنك وارتاح منك من الدنيا. مو جابك انت في جزر الواقواق. اسمع اروح الله. هذه من الافلام الوثائقيه، يروحوا هناك يستكشفوا والحيوانات الغريبه اللي تطلع والمفترسه. انه حتى ما حد راح هذه، ما سمعنا. ما سياحه انت ما مال السياحه الا اذا تروح هناك وما ترجع. انا ما اروح بياك، اعطيك تكاليف. شوف انت ودر ماليزيا تايلاند صلالة كل الدنيا وما يروح جزر الواقواق. والله حسبت بلادنا في صلالة ولا شيء ذا اندونيسيا الواقواق. اي والله حتى انت والله العظيم يعني في المطار يوم تبى تودع ربعك وتسوى سناب وتقول لهم حياكم الله جماعه انا الحين متوجه الى الواقواق. حتى ما حلوه واقواق. قول لندن باريس، قول لهم مثلا رايح النمسا، قول لهم راح تركيا، لكن تقول لهم الواق واق. والله ما اعرف انا، احسب الذباب ما تمشيه، ما احسب الحيوانات والطيور. مو باقل من عربي وليش نجي رفيق. عمرو مو يعني لك ذا اليوم. مو ذا اليوم مو يعني لك.
تزهو بك الأعوام عاما بعد عام، قابوس يا قلبا على هذا الوطن، قابوس إنا جندك السيد السلام، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن. مو يذكرك يا سلام، مو يذكرك لفاف العشرين يوري يا ذا. الله يرحم مولانا السلطان الراحل رحمة الله عليه إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. أمانة لو جلسنا إن نذكر الأشياء الحلوة اللي قدمها لنا ما نقدر نحصيها. نعم. وما نقول غير الله يرحمه يا رب. نعم. والله يحفظ مولانا السلطان هيثم ويحفظ العمان إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويحفظكم جميعا ويحفظ عمان من كل شر ومن كل مكروه. رحمة الله عليك يا قابوس. هذاك الجلسة خلصت أظن ما يجي حتى 10 دقائق جلسنا. رابو بالله عليكم هذه زينة صدقوا إنه عمرو يفكرها إن إنما الأكل. شوف يعني شخص يشوف كل شيء قدامه للأكل، يتخيل كل شيء للأكل. الله يسلم الجميع والأطفال منك صراحة. ما شيء ما حقيقه والله العظيم، والله حلفت والله العظيم ما حقيقه والله يا عمرو. لا 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 ما حق زينة ترى في مكان بالله عليك ما تلحق الشمس ومان ما في ما يحصل تحت عمرو خلي لا تأكل بيمسكك هي الشجرة إنه ذاك الماء يعني عم مقصده وكذا. دعانا أخو حبيب. لا 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 ما صاحي ترى على فكرة ما صاحي. أنا حبيبي من سمعتك إنك بتقضي الصيف في جزر الواقواق غسلت يدي. إيه والله أنت ما صاحي صدقني ما صاحي. مسين نشوف لنا موقع آخر عمرو. إيه خلنا. إيه والله. اليوم كله سياحة اليوم حياتنا. والله ما دفعت والله ما دفعت والله ما دفعت والله ما دفعت والله ما دفعت. لا 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 خلاص أنا مرة 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 والله أرجوك أرجوك. يلا عبراي أرجوك. ما عادي أنا أطلع منك بعدين ورانا عشاء. قبل لا نروح نبى نسمع قصيدة. قصيدة. آها. وداعي. يوم الوداعي. هاي ما تعيبني مالك انت مال يوم الوداعي. يلا رمز حالي مو على سفرهم وين حالي والوداعي وداعي. على ربي حفظهم شكرا هم رايحين مسافرين حالهم براح صلالة براح معافين حالهم الله يحفظهم احنا غنى نسيد نام. تصبحون على خير واحلام سعيدة بعد يمكن ان شاء الله. انا يمكن ورا بعدني عندي رياضة. هو بيروح عند ربعه. حفظكم الله وابقاكم. لا سمي ضربة تراها هذه كركدي. والله ضربة كركدي يا اخي. 4 كيلو قدامي يا اخي. والله كيف ذا ستيرنج انت متحمل انك. رياضة من باكر غصب عنك مع الكوتش.